السلام عليكم الاخوان، كي داير كلشي مزيان؟ كما كتعرفوا هاد اليومين راه سامسونج راه دارت الاحسن الاثمنه في الهواتف، ماشي كلشي انما غير بعض الهواتف راه دارت فيهم احسن الاثمنه، ومنهم هاد A04E اللي غتاخد تليفون ناضي باحسن ثمن. الاخوان راه ما كنتكاه كندير بزاف الفيديوهات على التليفونات، ولكن ملي شفت سامسونج دارت الاحسن الاثمنه في الهواتف بحال دابا هذا، دارت فيه واحد الثمن زوين وحاولت ندير ليه فيديو، يعني كاع التليفونات اللي دارت فيهم احسن الاثمنه غادي ندير لهم فيديو. بحال هذا كان كيتباع ب 1250 1200 درهم، وفي هذا الفيديو هذا غتسمع احسن ثمن عند سباس الفيفا 32 جيجا A04E 32 جيجا في السوكاج و 3 جيجا في الرام، 3 جيجا في الرام ماشي 2 جيجا في الرام. كما كتشوفوا التليفون فيه عام ديال لا غارونتي، كما كتشوفوا الهاتف ديالنا غتاخذ التليفون وعينك مغمضين، التليفون ناضي يستاهل الثمن اللي غنقول لك، يستاهل كلشي الثمن. غتعرف الاثمنه اللي كاين حاليا في السوق، التليفون ديالنا ناضي اللهم بارك، يعني كيجينا منفذ تيبسي هادي باش مزيانه، يعني تيبسي هادي بلاصه اللي زيات. كما كنشوفوا الشاشه ديالنا كتجي 6.5، وبالنسبه للمعالج كيجي هيليو بي 35، بالنسبه للكاميرا الاماميه كتجينا ب 5 ميجا بكسل، عندنا هنا جوج كاميرات وفلاش، الرئيسيه كتجينا 13 ميجا بكسل، والثانيه كتجينا 2 ميجا بكسل. وبالنسبه للاندرويد الاخوان راه فيه الاندرويد 12، وبالنسبه لدقه الشاشه كتجينا فول اتش دي 1080، وبالنسبه للثمن الاخوان راه الثمن كيستاهل الثمن اللي غنقول لك، الثمن كان ب 1250 درهم وكاين اللي كيبيعو ب 1200 درهم، واليوم غنديرو فقط 1040 درهم. تليفون فيه 32 جيجا 3 جيجا في الرام فقط ب 1040 درهم. كوتيتي كاينه اللي جاي يقضي الغرض، راه فيه 3 اللوان الاخوان، يعني فيه الزرق وفيه الكوبر، هاد اللون هذا كوبر، وكاين اللون الاسود. بالنسبه للناس اللي كيسولوا المحل راه كيتواجد في الدار البيضاء حي سدري، مرحبا بكم. التوصيل راه كنديروا لجميع المدن المغربيه، فيما كنت توصلك الامان حتى الباب دارك، وما تنساش تشترك في القناه باش يجي موصلك الجديد. السلام عليكم.